ولمزيد من التفاصيل حول موضوع لجان صرف مرتبات الجيش في مدينة تعز التي تواصل أعمالها، ينضم إلي عبر الهاتف العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. يعني هناك لجان تقوم بصرف المرتبات، لكن بالمقابل تشهد مدينة تعز أعمال شغب من قبل المجندين وقطع للطرقات، ما هي الأسباب؟ شكرا لكم على التغطية. بالنسبة للمرتبات، طبعا اللجان الصرف مستمرة بصرف المرتبات والأمور ماشية على ما يرام. بالنسبة للمشاكل، في هناك بعض المشاكل فعلا، يعني بالنسبة للمرتبات وتوقيف الملحقين العسكريين ضباط وافراد من وحدات سابقه توقفت، يعني عدد كبير بالنسبه على المحور المرتفع 4000 حاله. المشاكل اخرى، يعني ايضا وقفوا مرتبات اللي تم تجنيدها من النساء. هذه مشاكل يعني فعلا تواجهنا بالميدان، لكن بالنسبه للصرف مستمر. احنا بالنسبه للصرف، يعني صرف الشهداء بالكامل، مرتبات بدون اي خصومات بالنسبه للمتواجدين. نعم. لكن كيف ستقومون بحل هذه المشاكل التي تواجهونها الآن؟ احنا نكون طبعا نواجه ونحل حلينا اشكاليات كثيره عن طريق قياده المحور، قياده الوحدات الادويه في سعد، وان شاء الله الامور بتكون تمام إن شاء الله. تحدثت أن هناك صرف لبعض الألوية، ما هي هذه الألوية أو التي استكملت فيها عمليات صرف المرتبات في تعز؟ لحد الآن ما في أي واحدة استكمل الصرف، لأنه عاد احنا بدينا من أمس، يعني أو من أول أمس في الليل، يعني لحد الآن كل الوحدات مستمرة في الصرف. يعني نعم، هناك أسماء سقطت في كشف صرف الرواتب، ما هي أسباب سقوط هذه الأسماء وكم عددها هذا تحديدا؟ صحيح، هذا اللي انا قلت لك، المشكله اللي سقطت، هناك افراد سقطت من الوحدات، يعني في الدائره الماليه، برغم قاده الوحدات والادويه رفعنا كل الاسماء بالكامل الموجوده لدينا، لكن سقط افراد كثيره وضباط، يعني كم هي سقطت عددها؟ بعضهم. كم عدد هذه الأسماء وأين هو الخلل؟ عدد حوالي، انا عندي في اللواء 1800 اسم في على مستوى القطاع المحور، اكثر من 4000. نعم، من أسقط هذه الأسماء؟ هل هي هيئة الأركان؟ هذه الاسماء مقدمه، احنا قدمنا لقياده المحور ولقياده المنطقه وللدائره الماليه والى كل الجهات المسؤوله، قدمنا هذا من اول يوم، من عندما صرفنا المرتبات السابقه قدمنا اسماء على اساس ان نحلوا اشكالهم، فاضيف على تلك المشاكل مشاكل اخرى. نعم، لا ندري ما هو السبب. نعم، العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، شكرا لانضمامك الينا.